السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم إيماني التالي للتجميل والطبخ. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا الريب البلدي أو الريب المنزلي بكمية عائلية، كمية كثيرة. غادي نحتاجوا إطرو ديال الحليب، غادي نفيضو، وفي هذه اللحظة اللي الحليب كيفيض لينا غادي ناخدو واحد الإناء، غادي نديرو فيه لتر ديال الماء. الماء يكون عادي من الروبين بارد، وغادي نزيدو عليه ساشي ديال الحليب المجفف او كأس من الحليب المجفف، وغادي نزيدو عليه ايضا واحد ساشي ديال الفاني، وغادي نزيدو عليه كأس ديال السكر سنيده. ومن بعد ما فاض لينا الحليب غادي نزيدو على الخليط الاول اللي درنا فيه الماء والحليب المجفف والسنيده والفاني، وغادي نقسمو الخليط على جوج. اختياري ممكن كله ديروا ليه نكهه واحده، انا قسمته على جوج باش ندير ليه جوج نكهات. الاول درت فيه ريبي، والثاني غادي ندير فيه ياغورت ديال الفاني. ممكن تبدلوا النكهه على حسب الذوق. بعد ما خلطت كل نكهه بوحديتها في الخلاط الكهربائي، درتهم في قريعه ديال الزاج، ممكن ديرهم في قريعه ديال البلاستيك، المهم ما يدخلهمش البرد ولا الهواء. انا هنا غطيتهم مزيان بجوج غطاوات، غادي نديرهم في بلاصه دافيه، غادي نخليهم يباتوا ليله كامله حيت دابا العشيه. الا درتهم الصباح خليهم من الصباح حتى العشيه على باش يدخلهم الثلاجه. صافي كيف ما كتشوفوا دخلتهم الثلاجه في الصباح، خليتهم واحد 5 حتى 6 السوايع، وكيوجد الريب المنزلي كيوجد عندنا. كيجي لذيذ بزاف، بنين رائع، وكميه كثيره كيخرج لنا كميه كثيره. كنتمنى تجربوا وتردوا ليا الا عجبكم. ما تنساوش تابوناو معايا وتضغطوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله.